بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم، إني إذا لمن الظالمين. حينما وقع الخلاف بين نوح صلى الله على رسولنا وعليه وبين قومه، علمنا انهم قالوا له: ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ولا بد من ان تطردهم لنحل نحن مكانهم، فلا يمكن ان نجتمع معهم. فالحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يجامل السادة على حساب الضعفاء، ومنع فكرة الطرد. وفكرة الطرد انما جاءت لاستنكاف هؤلاء ان يتساووا مع هؤلاء في حركة الحياة في الكون. والطرد على ضربين: طرد للهوان، وطرد للتكريم. فإذا ما جاء عندك خصم لك يجادلك في شيء، وعندك أولاد لا تحب أن يسمعوا تهجم أحد عليك، فإنك تطردهم من مجلسك، تقول: اذهبوا عني. أنت لا تطردهم إهانة لهم، وإنما تطردهم تكريما لسماع آذانهم من متهجم قد لا يدركون سر سكوتك وحلمك عليه. يبقى ده طرد لمين؟ ومع ذلك يعلم الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن برضو رغم هذا: لا تطرد الذين يدعون من دون الله، لا تطرد الذين يعبدون الله بالغداة والعشي لأمل في قوم قد يأتون وقد لا يأتون. يبقى إذا كان الذهن لرسول الله، يبقى رسول الله لم يكرم الصحابة أو السابقين الإيمان إهانة، وإنما كرمهم أن يسمعوا التهجمات التي تحدث بين الكفار وبين رسول الله، أو أن يتطاول واحد منهم على واحد من هؤلاء في مجلس رسول الله. فإذا قال بعض الناس: إن الله نهى نبيه أن يطرد كذا لأجل كذا، يقول: لا، هذا ليس من طرد الإبعاد للإهانة، وإنما هو طرد للتكريم وللارتفاع لمستواهم أن يكونوا في لجنة الخصومة. سيدنا نوح قال أربع حاجات: الأولى، لا أقول لكم عندي خزائن الله. لا بد أن تكون هذه لنعمة. ليه؟ قال لك: لأن دول أراذل وفقراء. قال: فأنا ما عنديش مال عشان أعطيهم مال. قالوا لي: ينافقونك ولا يؤمنون بذلك. قال: ولا أعلم الغيب. قال لك: ده بيعملوا أشياء كذا وكذا وكذا مما ينافي المنهج. قال لهم: أنا شخصيا مانيش ملك، مانيش معصوم، يمكن برضه يعملوا غلطة، يعملوا أي حاجة. إذا في كل حاجة لها إيه؟ لها رد. الرد الأول: أنا ما عنديش خزائن. الرد الثاني في مسألة النفاق: أنا ما أعلمش الغيب، أنا أخذتهم بظاهري يتقيهم بالشهادتين أن الله أمرنا أن نقبل من يقولها ولا نشق على قلبه ونكل سريرته إلى الله. ده بيعملوا تصرفات مشينة أو أي حاجة. قال: أنا لست ملكا، برضو أنا ممكن، أنا بشر، يحصل مني هذه الإيه؟ وبعد ذلك جاء بالأمر الأخير: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذا من القائل؟ المن في عن يقول مين؟ نوح. يقول لمن؟ للذين تزدري أعينكم.
أعين مين؟ الكفار. طب إذا قال للذين تزدري الكفار أيوه يقول إيه؟ يقول للمين؟ يقول للغلابة الأراذل بقى، يقول إيه؟ لن يؤتيكم الله خلقا، لا أقول لهم لن يؤتيكم الله، مش هيخاطبهم. نوح هيخاطب مين؟ الذين ازدرت الكفار، هيقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم، مخاطبين، لن يؤتيكم الله خيرا. الاسلوب هنا مش كده، لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيكم، نقله الى الغيبة. طب ده هو هيقول لمين؟ هيقول للذين تزدري اعينهم. كان الخطاب ان يوجه لمين؟ للذين تزدري اعينهم. اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. يقول له الكلام حول من الخطاب الى الغيبه. لماذا؟ قال لك لانك ظننت ان الله التي تؤدي القول لفلان، لا، اللام هنا بمعنى عن، ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ مش بمعنى توجيه الكلام لهم، لا، ان اقول عنهم، واذا قلت عنهم يبقى هقول لكم. اذا هم من الغيبة ولا لا؟ يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش؟ ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لانها بقت ايه؟ بقى خطاب للغيبة. وده له نظير كتير. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه. لما جه الحق قالوا ايه؟ كان خير. قالوا مين؟ قالوا للحق. لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ما سبقوا. بقى يقولوا للحق؟ لا، مش معقول بيقولوا للحق، ده بيقولوا عن الحق. بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق. وإذ لم يؤمنوا بما يقولون هذا إفك ايه؟ قديم. لما يجيلهم الحالة يقولوا ايه؟ ده الحق ومبين. يقولوا ايه؟ ده سحر. يقولوا عنه سحر. يبقى اللام تأتي بمعنى مين؟ تأتي بمعنى عن. وإذا أردت أن تؤصلها مع بعضها تقول إن اللام هنا لام اختصاص، بيقول فيما يختص بهؤلاء، سواء كان حضورا أو كان إيه؟ أو كان غيبا. هناك آية ثانية، وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إيه؟ هذا سحر مبين. بقى بيقولوا بالحق ولا بيقولوا عن الحق اللي جالهم؟ بيقولوا عن الحق. طب وليه ما تاخدهاش على ان الحق صوره الله في انه جاء؟ شوف تصوير الحق لما يجي، يقول لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا؟ يبقى له الخطاب. ولا اقول اني ملك، ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وكان السياق الظاهري للاسلوب ان يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا، ان اخذنا اللام بتاع الاختصار. لكن اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. الله اعلم بما في نفوسهم، ما في نسبه من التكليف. الله اعلم بما في انفسهم، اني اذا لمن الظالمين. ان طردتهم ابقى ظالم، ان قلت لهم ما تحبون ابقى ايه؟ ابقى ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، قد جادلتنا فاكثرت جدال. الف سنه ل 50 عام، يبقى اكثر ولا ما اكثرش؟ شوف الالف سنه ل 50 عام في جدال اخذ وعيد ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو؟ الجدال المقاولة، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، كلام يقابل كلام. المقصود منه ايه؟ كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجة او بايه؟ او بشبهة. يديله شبهة بكلامه عشان يسقطها، او بحجة تؤيد كلام الثاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة.
اتنين بيتقابلوا، ده يقول كلامه وده يقول كلامه، علشان ايه؟ الغرض ان كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل. ادي الجدال ناخذ من ايه؟ ناخذ من الجدل، والجدل معناه الفتح. ما بتقولش ما بنقولش نجدل الحبل، الجدل معناه الايه؟ الفتح، لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصه هشه، فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض وشعرتين ونلمهم على بعض ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل مفتوح. ولذلك يقال للرجل القوي يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش اقوى، عضلاته ايه؟ جامده، ومش عضلات سائله كده بقول لك لا، ده مفتوله متداخله ببعضها. ولذلك اذا شفت الجهاز العضلي كنت تبتدي تلاقي ايه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا وداخل. ليه؟ قال لك لان حركات العضل حركات مختلفه، حين تقوم لها عضله، حين تقعد لها عضله، حين ترفع راسك لها عضله، حين تعمل ايدك كده لها عضله، حين تعملها كده، بدليل ان عضله واحده لو تعطلت امتنعت الحركات المقابله لها. حركه القيام تعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم، ان حركه القعود انت ما تعرفش تقعد، ان حركه الرجل ما تعرفش. شوف بقى لما عضله تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف؟ قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. ومن الجدال او من جنسه المراء، لا تكن في ملء الاذنين لنار بعض، انت تقول وانا ايه. لكن الخلاف ان الجدل انما يكون لحق، والمراء يكون بعد ظهور الحق. انت بتماري بقى، لكن الجدل مطلوب. جادلوا اهل الكتاب، لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي، جادلهم بالتي، اذا فالجدال مطلوب عشان نوصل لمين؟ نوصل للحق. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى الجدل عشان نصل الى الحق ما فيش مانع، بس يكون جدل ايه؟ جدل حسن. ومعنى الجدل الحسن ايه؟ اننا ما نتحككش لبعض، ما نتحككش، لان في فرق بين احتكاك الاراء وتحكك الاراء. يقول لك انت بتتحكك بقى، زي ما بتقول انت بتتلكك، يعني انت مش عايز توصل. انما الاحتكاك لما بتجيب الزينات وتحتكوا تحكوا بالحته الحديده دي تقوم تطلع منه ايه؟ الشراره. يبقى الاحتكاك يولي يعني يجيب نار، انما التحكك يولي يطمس الحقيقه. المراء يبقى ايه بقى؟ المراء بعد ما ظهر الحق للجامد ده مأخوذ من ايه؟ من مري الدرع. الدرع اللي فيه اللبن للناقة او للبقرة او للجاموسة، ساعة ما الدرع كده يكون مليان لبن، بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الايه؟ اللبن، ينزل بشدة وبقوة الى ان ينتهي بايه؟ حمل الدرع. يقعد بعد ما ينتهي حمل الدرع يمسك البز برضه ايه؟ يقول له يا شيخ ما خلصت، اسمه ده المري بقى. في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز ايه؟ يقول له يا شيخ خلصنا، ما انتهت المساله، هجيب دم بقى ولا ايه؟ ولذلك يقول لك ده بيقرقر الايه؟ بيقرقر الجاموسه، بيقرقر الايه؟ اهو ده الايه؟ المراء. في حجاج، يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحقق وايه كمان؟ وحجاج. ايه الحجاج؟ قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجه الخصم على الخصم، انما كنت تعدل عن مذهبك ده مش بتاعته. يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب، لكن الحجاج يظهر الحجه بس، يبقى غلبت في الايه؟ في الحجه. قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما، المساله بقى تجيبها على جنب، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ من الصادقين في ان الله ينزل بنا. يعني استبطاء للعذاب وتهكم بان كان عندك ايه؟ ايه 1000 سنه و50 عمال تعدنا من العذاب ولا يجي ولا ينزلش العذاب ده؟ منهم برضه منهم ايه؟ يوجد الكلام اهو كلام.
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ائتنا بما تعدنا، كأنهم أخرجوا نوح مخرج من بيده أن يأتي بالعذاب ولم يمنع العذاب. ودي مسألة بتاعت مين؟ إنما بتاعت ربنا. قال إنما يأتيكم به الله. العذاب ده إيه؟ لأن الله يقدر للعذاب أوانا ولكل تعذيب ميلاد، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه، لأنه لا توجد قوة في الكون تثير على الله، يعني مش هتفر منه. وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغلبكم. لكنا سبق قلنا إن إذا تعددا شرطين يبقى الكلام للأخير ويبقى هو المقدم. ازاي؟ زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسة وبعدين راح يستعطفه قال له ان جئتني غدا اقبلك ان كان معك ابوك. ان جئتني ايه؟ غدا ايه؟ اقبلك ان كان معك ابوك. ان كان معك ابوك ده شرط متأخر. قال لك هو المتأخر ده هو المتقدم. ان كان معك ابوك ان جئتني اقبلك. هو ده ليه؟ هات بقى هي الآية برضو اللي وانا هي اللي هي. ولا ينفعكم نصح متى؟ ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. يبقى معناها ايه؟ ان كان الله يريد ان يغويكم ايه؟ ايه نصيحة؟ ان اردت ان انصحكم. يبقى مدام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في 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 الجملة كلها الاخير شرط في الجواب وفي الشرط. كان الله يريد ان يغويكم. ربنا بيغوي. طب ربنا بيهدي. لان الغوى يعني ايه؟ الغوى يعني ضل عن الطريق. ما ضل صاحبكم عن الطريق وما ايه؟ ما غوى. لما سيدنا ادم ما سمعش الكلام واقترب من الشجره واكل منه قال عصى ادم ربه في غوى. قال لك ها الافه في استقبال الفاظ العقائد أن تأخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى، واللفظ له معاني متعددة، فلا بد أن تعرف كل معاني اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا. طب ما قالش ربنا في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا يعني يعني عذاب، لأن غيهم كان سببا في العذاب فسمى العذاب غي باسم ايه سببه، زي ما قلنا ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي سيئة بأن لما جزى على السيئة تبقى سيئة. طب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى إذا الغي معناه ايه؟ الغي يرد بمعنى الإغواء ويرد بمعنى ايه؟ الأثر الذي يترتب عن الغي من الايه؟ من العذاب. الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور من الإغواءات. مرة جه آدم قال وعصى آدم ربه فإيه؟ يعني تنكب الطريق الذي هداه الله إليه، قال له لا تقرب من الشجرة، راح كل منه. مش قرب بس، راح إيه؟ كل منه. وده قلنا لأنه طبيعته بشرية، فالله يريد أن يعلمه أنك إن خالفت منهج الله تفعل ولا تفعل ستظهر عورتك. ويبدو لك السوء. فيبقى خد التجربة علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى ايه؟ يبقى خدها ومجربة جاهزة على الأول. طيب والشيطان ما قالش بعزتك لأغوينهم أجمعين، وآية في آية ثانية بما أغويتني ايه؟ لأغوينهم أجمعين. ما دام غويتني أنا برضه هعمل ايه؟ هغويهم. طب وربنا أغواه إزاي؟ قال لك لأن ترك الخيار للمكلف، إن شاء أطاع وإن شاء عصى. ف
فكون ربنا يترك الخيار لنا، يبقى لو أن جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء. تبقى العملية جت منين؟ بقى لما عمل لكم الخيار يبقى إغواء. طب ما هو عمل لكم الخيار عشان يا تبتدي إيه؟ يا تغوى. يبقى أنت وجدت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى أنت وجهت الأداء لمين؟ لغير المراد مع صلاحيتك لمين؟ للمراد. يجي مثلا الولد، أنت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا أي بلد من البلاد اللي بره، تقول له بقى تحب بقى تمشي في إيدي كده ويايا الحتة اللي أروحها تروحها ومش عارف إيه، يقول لك لا أنا عايز إيه؟ تسيبني كده أمشي أنا لوحدي وأنت مش لوحدك؟ طيب، يقول له مفيش معنى، خد الفلوس أهو وروح إيه وروح أمشي. الولد راح فأغوته باريس بمظاهرها. يقول له والله انت لو مسكت ايدي ما كنتش ده انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك، قلت لي روح ولا ما روح. يبقى بما اغويتني بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي. يبقى اذا المرد لمين؟ للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هدايه؟ يبقى اذا انت لما اخترت غير المراد انت بتقول كونك سبتك مختار انت اللي اغويتني. يكون مهم لا ده الكلام ده لاغويتك لما يكون بحملك على واحد، انما انا مخيرك في الاثنين وانت قادر على مين؟ على الاسلام. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه. برضو زي ما قالوا لنا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. افتراه يعني ايه؟ افترى الحكايه بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، وافترى الرساله، وافترى ده كان الكلام ده نوح، او هذا الكلام جاء في صلب قصه نوح، والمراد به انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. ام يقولون افتراه، والافتراء ان الكذب المتعمد. الكذب المتعمد. الكذب المتعمد هو الذي يناقضه وقعاً. طب انظروا كده في اللجاج، شوفوا اي شيء تنكروا من هذه. ان انكرت شيئا مطلوبا منك فانكر مقابله مطلوبا لك. لازم كده. انا لما اقول لك زي ما قلنا زمان اهو، اقول لك اوعى تسرق، طب ما تيجي عليك يعني ضيقت حريتك. طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش. تبقى ساعه ما تشوف المنهج ما تشوفش المأخوذ منك، شوف المأخوذ لك ايضا. وما دام هتشوف المأخوذ منك والمأخوذ لك تقوم تلتفت انت المأخوذ لك اكثر من المأخوذ منك. يبقى ما هوش افتراء، لان الافتراء ده يخالف الواقع. يخالف الواقع يقول له انت ساعه ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما انت لما تسرق من واحد قدر انه هيمنع من وراه. يبقى مقاييس الاستقامه تيجي منين؟ مقاييس الاستقامه في انك حين تنظر الى تشريع يحد من حريتك فانظر امامه انه يحد حريه الاخرين والاخرون اكثر منك. يبقى احنا حدنا الاكثر امام ايه؟ تحديد الايه؟ تحديد الاقل. ام يقولون افتراه؟ مساله بسيطه قوي. احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اثنين. قال له ان كنت افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيكم وتنحل المساله. ما دام افترى افتروا انتوا الاخرين، وما دام هتفتروا انتوا الاخرين المساله هتنحل. او ان كنت افتريته يبقى علي اجرامي، وان ما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامي. يبقى ايه الاجرام؟ حقيقي هيخضع لمين؟ الى الافتراء. اللي يفتري هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي عليه الاجرام. قل ان افتريته فعلي اجرام وانتم براء منه. مش معنى الكلام كده؟ يبقى ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء. طب وان لم افتري، هات المقابل، فعليكم اجرامكم وانا بريء. يبقى الاسلوب عايز كم حاجه. ان افتريته يبقى ايه؟ علي الاجرام وانتم. طب وان ما كنتش افتريته
يبقى عليكم الاجرام وانا، فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءة في ايه؟ تيجي البراءة في جانب اخر. لكن الان مش كده، بيقول ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. شوف الشطر الاول يعود ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء. يبقى براء وانتم براء حذفت من الاول. والتاني قال ايه؟ وان لم افتره فعليكم جرمهم وانا بريء. الله، بريء جت هنا واجرام جت هناك. بيسموه كل زمان ايه؟ الاحتباك. اسمه ايه؟ ان تحذف من شق المقابل من شق اخر. ليه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. الى لقاء اخر ان شاء الله.